مدير مشروع ايجي هيلث، مؤتمر ومعرض طبي. احنا عندنا عدد العارضين في المعرض حوالي 134 شركه. احنا بنتميز بان احنا عاملين مؤتمر على هامش المعرض. المؤتمر ده بيضم حوالي 10 تخصصات مختلفه زي جراحه مخ واعصاب وجراحه العظام والتروما والعلاج بالالم. والمؤتمر اصلا قائم تحت مسمى المستقبل في الطب عشان نوصل لكل ما هو جديد في الطب. الدكاتره المصريين يوصلوا لاحدث ما وصل اليه الطب، وفي نفس الوقت الشركات المصريه تطلع على ما هو جديد في تكنولوجيا المستلزمات والاجهزه الطبيه. مستهدف منه في اول دوره ان شاء الله ان احنا يكون عندنا 1000 متدرب، لو 1000 طبيب يحضر المؤتمر، ويكون عندنا عدد زوار 5000 زائر. المؤتمر احنا والمعرض مش عاملينه عشان السوق المصري بس، ومع العلم ان السوق المصري احسن سوق طبي في الشرق الاوسط وافريقيا، لكن احنا بنستهدف زوار من دول افريقيا ومن دول عربيه. شركات عربيه في مصنع من السعوديه، في مستشفى من دبي، وفي برضه شركه تاني من دبي، وجايبين جامعه مانشستر، المكتب العلمي اللي موجود في دبي. فالحمد لله يعني قدرنا نعمل شغل كويس، وجايبين من المانيا شركه المانيه، الاكبر شركه لصناعه المناظير في المانيا، وجايبين شركه من سويسرا. عندنا مجموعه دول كتير يعني.